أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهدهم وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر صلى الله اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والملة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب
إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار يوسف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن الزني لا تدوين معفته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم.